بسم الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم سنتكلم على النبتة ديال الشندقورة. يسمى الشندقورة والشندقورة، هي من الفصيلة الشفوية، وكتسمى عند الأمازيغ بتيمنرا إيزنكواد، وكتسمى بالدارجة عندنا بالشندقورة شندقورة. فهذه النبتة تفيد في علاج يعني تعديل دقات القلب وطرد الديدان المعوية وخفض السكري، وتفيد في علاج الحمى، وحتى يعني أوجاع السرطان تفيد في هذه النبتة. طريقة استعمال النبتة هي كتطحنها وكتخلطها مع العسل بمعدل 25 غرام ديال النبتة في 150 غرام ديال العسل الحر، وكتستعمل يعني لمدة أسبوع، تستعمل لمدة أسبوع يعني على الريق، ملعقة صغيرة على الريق لمدة أسبوع. هذا هو يعني كل شيء عن نبات الشندقورة، والسلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.